وأيضا استمرار الصراع بين إنتر وميلان. مراسلنا في ميلانو حسين ياسين والتفاصيل. حيث يستضيف ريال مدريد صاحب المركز الثالث يستضيف فريق إشبيليا الذي يقطع في المركز الحادي عشر ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني. الفريق الملكي يسعى لرد الدين بعد خسارته على ملعب إشبيليا ذهابا بهدف دون رد. المزيد في تقرير مراسلنا في مدريد جمال جبلي. هذا وقررت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا رسميا إلغاء العقوبة التي فرضت على لاعب المنتخب البوركينابي جوناثان بيترويفا خلال مباراة نصف النهائي أمام غانا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية أخفي على إثرها من اللقاء. أهلا بكم من جديد. قبل مواجهة ساوثهامبتون لحساب الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لم يتخلى عن نية الاحتفاظ باللقب، موضحا أيضا أن الموسم ما يزال طويلا وأنه من الممكن تعويض النقاط التي تفصل فريقه عن المتصدر مانشستر يونايتد. افتتاح الدوري الأرجنتيني كلاوزورا تغلب فيليس سارسفيلد على مضيف أرجنتينوس جونيورز بهدف دون رد. هدف المباراة الوحيد جاء عند نهاية بطولة الكأس الدولية لأقل من 18 عاما والتي احتضنتها ملاعب أكاديمية أسباير في الدوحة. سلطت الأضواء على إنزو زيدان وهو نجل الأسطورة زين الدين زيدان ومرشح من طرف الكثير من المتابعين للشأن الكروي لأن يكون خليفة لأبيه. تفاصيل أكثر في تقرير بلال جيزة. الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة فينا دلمار المقامة في تشيلي بعد تغلبه في ربع النهائي على مواطنيه دانيال خيمينو ترافر بمجموعتين دون رد. ونجح نادال في حسم مباراة الزوج تأهل ثنائي الإسباني رافائيل نادال والأرجنتيني خوان موناكو إلى النهائي بتغلبهما على الأرجنتينيين كارلوس بيرلوك وليوناردو ماير بمجموعتين دون رد. في مباراة استغرقت في دور السلة الأمريكي للمحترفين قاد كارميلو أنتوني فريقه نيويورك نيكس للفوز على مضيف مينيسوتا ب 100 نقطة مقابل 94. نيويورك وأبرز عناوين النشرة في المباشر من نشراتنا وبرامجنا يمكنكم تصفية هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت الجزيرة سبورت.net. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بخير.